أيضا الفوضى بالشارع، كيف قرأت ما حصل بداية من يومين وأيضا تتسارع هذه الأحداث باللي شهدنا اليوم؟ هذا شيء متوقع وكنا نحسبه منذ قبل، أن مسألة المودعين وأموال المودعين ستتدحرج ككرة ثلج، وأنه موعد أيلول تحديدا هو أصعب شهر على العائلات، أنه موعد الدخول إلى المدارس وحاجيات المدارس والجامعات، بتوصل هذه العائلات إلى حائط مسدود، وبالتالي كل ما يقوم به هؤلاء اللي عم يقتحموا أو عم يدخلوا، ما بقول يقتحموا، عم يدخلوا إلى المصارف للمطالبة بودائعهم وحقوقهم، هو مبرر ولا غبار عليه. الخشية الحقيقية هي من دخول طابور خامس سادس سابع اللي بدك يسميه، لاستغلال هذا الغضب الذي يعتمر في نفوس اللبنانيين وتحديدا المودعين، انه لحتى ياخذها بمسارات سياسيه اخرى، خاصه انه الملفات المطروحه حاليا تحتاج الى فوضى في الشارع بمكان ما للتعميه على تنازلات قد تحصل بملفات استراتيجيه كبرى. مثل الترسيم البحري، اللي هو بحقيقه الامر اذا اكمل على ما هو عليه، هو لن نوزع اتهامات وما ولا اي يعني اوصاف، انه لكن نقول انه سيكون هذا الترسيم بالسياق، إذا ردخنا للمطالب الإسرائيلية ستكون جريمة كبرى بحق الوطن وبحق لبنان. أخشى أن تدخل جهات ما على خط هذا الغضب الذي يعتمر في نفوس المودعين، وهو غضب محق وغضب يعبر عنه، لازالوا لائقين بالتعبير لحد الآن. يعني هؤلاء ينتظرون منذ 3 سنوات وأربع سنوات للحصول على فتات من ودائعهم لتلبية الحاجيات الأساسية لهم. أصعب شيء على العائلة، ونحن عنا أولاد، يعني أصعب شيء أن تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تدخل ابنك إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو أن تدخله إلى المستشفى أو تأخذه إلى الطبيب. بالتالي هودي الشغلتين اللي صاروا مثل عم بيحاولوا يعودون عليهم كأنهم أمر واقع، هذه الحركة تقول أنهم ليسوا أمر واقع. المهم يكون في وعي عند المودعين وعن جمعية المودعين بمنع أي استغلال سياسي لإحداث فوضى ما في الشارع للتعمية على تنازلات لهذه الطبقة السياسية المجرمة، تنازلات مجرمة لها علاقة بالسيادة الوطنية. ذكرت ملف الترسيم بتفاصيله، تحديدا المقال اللي كتبته بموقع 180 بوست بعنوان هوكشتاين للبنانيين: إسرائيل تنازلت لكم بحرا تنازلوا لها برا. بس إذا بتسمح لي بعد أسأل سؤال فيما يتعلق بهذه الأحداث، في فوضى أو خوف من فوضى قد بطبيعة تحصل الحال. قد تحصل، ويعني البعض بيعتبر ما يجري في هذه يعني الأيام الأخيرة ربما مؤشر لكيف ست تبدأ هذه الفوضى. السؤال هو من سيستفيد من هذه الفوضى؟ منعرف اثنيناتنا انه هناك يعني محاور تتشكل ربطا بانتخابات رئاسة الجمهورية، البعض يعتبر انه فريق رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر قد يستفيد من فوضى ما، البعض بيعتبر انه من يريد ان يضع نهاية لهذا العهد ايضا يستفيد من هذه الفوضى في حال حصل. هل كل يمكن أن يستفيد من هذه الفوضى؟ كل حدا عنده مصلحة فيها؟ أنا مش عم نظر أو عم ما حقلك شعر، لا أحد في الداخل اللبناني سيستفيد من أي فوضى ستحصل، الكل سيكون خاسر وسيكون خاسرا بامتياز. الاستفادة الحقيقية هي العدو الإسرائيلي. بأي معنى؟ بمعنى أن من يتابع الإعلام الإسرائيلي، من يتابع تصريحات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يعلم، وأنا أتابع هذه المسألة، يعلم أن كل التنظيرات في كيان العدو الإسرائيلي تقول لماذا الاستعجال على مسألة ترسيم الحدود، انتظروا شهرين ولبنان ينهار كليا، وبالتالي نصبح يعني لا حاجة حينها لترسيم الحدود، نستخرج في كاريش ونستكشف في البلوك 72 ونأخذ حصتنا من قانا، وكل هذه الأمور تصبح مباحة لنا عندما ينهار لبنان كليا. المستفيد الحقيقي من أي فوضى في الداخل اللبناني هو العدو الإسرائيلي، وسيكتشف كل الفرقاء الداخليين أنهم خاسرون. المهم أن يمتلك البعض العقل والرؤية بأن لا يذهب بقدميه إلى
آتون النار، وهذه المسألة إذا بدك تعطيني هي مش صغير من الوقت بفسرك إياها. بأي معنى؟ بمعنى أنه على المستوى السني والشيعي هناك قرار استراتيجي بين هاتين الطائفتين بأن الصدام ممنوع منذ العام 2005 إلى الآن، وهذا الأمر مستمر ولن يحصل. السوء الفهم الشيعي الدرزي تحديدا حزب الله، الحزب التقدم الاشتراكي، دخل على الخط الرئيس نبيه بيرني، أنتج ما يسمى فك الاشتباك أو تنظيم الخلاف بلقاء كليمنسو، اللي هو تهيئة عمليا. الكل راح بتفسيرات لها علاقة بالرئاسي، لها علاقة بالنفط، لها علاقة بأمور كثيرة، الغاز والنفط، إنما هي بحقيقة الأمر تبريد إلى أبعد الحدود بين حزب الله والحزب التقدم الاشتراكي، تمهيدا لمرحلة الشغور الرئاسي وما قد تحمله من مفاجآت أو دخول كما قلت طوابير ما لإشعال الداخل اللبناني. إذا كان البيئة الإسلامية سنيا ودرزيا وشيعيا نظمت أو منظمة حالة، وهي عملت خطوط الدفاع المتينة بمواجهة أي مشروع فتنة لا سمح الله قد يحصل، ولقاء دار الفتوى يصب في هذا الاتجاه، تبقى الخشية الحقيقية. وهون الامتحان الصعب أمام الأجهزة العسكرية والأمنية أن تضبط هذا الواقع. الخشية الأساسية هي في الشارع المسيحي، وتحديدا بعد 31 تشرين، هل يذهب هذا الشارع تحت عنوان الاستفزاز وتحت عنوان تصفية الحسابات إلى فوضى ما بين مكونين أساسيين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؟ من يتابع المواقف السياسية بالفترة الأخيرة يرى تصعيدا غير مسبوق، ويرى استخدام عبارات كنا نسمعها، ما كنت خلقان أنت، كنا نسمعها بالثمانينات ل88 قارين عنه ول90، كنا نسمع هذا الخطاب العالي السقف بين هذين المكونين. هنا المسؤولية أيضا أن يبرز من يمتلك الرؤية ويمتلك الإرادة والعقل الوازن لكي يجمع هؤلاء، ليس تحت عنوان إن كان بكركي أو غير بكركي، أن يجمع هؤلاء ليس تحت عنوان الاستحقاق الرئاسي ووجوب إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، لأنه وقت اللي أنت بتروح على فوضى بتصير الجمهورية كلها بخطر، بتصير لا معنى لموقع رئاسة الجمهورية، إنما أن يذهب لجمعهم على قاعدة تحصين هذا الواقع والإبقاء على التمايز أو تنظيم الخلاف من دون الذهاب إلى صدام في الشارع. من هون أنا بشوف أن العبء بداية، المسؤولية بداية هي على من يعتبرون أنهم قادرون على جمع كل المكونات القوى المسيحية بأن يبادروا سريعا قبل الدخول في الشغور الرئاسي، والعبء الآخر هي على القوى العسكرية والأمنية أن تكون متيقظة حتى لا تكون شرارة الفوضى هي في الشارع المسيحي.